اكتشفنا مدرس العب الالعاب قال لنا منو يحب يلعب هاللعبه وهذه. انا طبعا ما لي ميول في الجودو، بس يعني كنا نعرف الكاراتيه قبل بطوله اسيا. طبعا صفونا بالكويت في البدايه بيني وبين كذا لاعب تقريبا، واذكر ملاحظه الله يرحمه الشهيد الشيخ فهد الاحمد قبل لا نروح فشافني بالاتحاد فقالوا له هذا ترى بيلعب بطوله اسيا. هني شجعني يعني امانه، اعطاني حافز، شد حيلك وانت بطل واسمك معروف ما شاء الله عليك، والحمد لله اخذت مركز الثالث على اسيا في هالبطوله هذه. طبعا بعد بطوله اسيا اللي حصلت فيها على المركز الثالث كانت طموحاتنا اكبر من كذي، ان نطمح في بطولات عالميه. ففي 89 هم لعبت بطوله عربيه وحصلت على المركز الاول، واستعدادا لحق بطوله اسياد اسيا في بكين سنه 90. فحصل اللي حصل في الغزو، دخلنا في مرحله الغزو وقف الرياضه كلها وقفت، وما قدرت انا طبعا لا تمرين ولا اي شيء، وانتم عارفين يعني الغزو اللي صار. عقب الغزو استعدادنا طبعا كان ضعيف، يعني انتم عارفين لما يكون الواحد طالع من الغزو ويبي يتمرن. فالحمد لله رب العالمين انتهى الغزو وبدينا نستعد شوي شوي على التمرين، ويمعنا اللاعبين وبدينا نتمرن في الأندية. بعض الأندية مثل نادي القادسية كانوا صالتهم مفتوحة وبدلشنا فيها، باقي الأندية كانت يعني صالاتهم كلها مكسرة، بس هم صالة نادي القادسية هم اللي تقريبا نادي الوحيد اللي كان مستعد يعني فعلا. تمرنا فيه وبلشنا، وبعدها نادي الكويت وهلما جرى إلى من دخلنا في استعداد. طبعا استعداداتنا ضعيفة كانت لأن بعد الغزو جاتنا بطولة برشلونة في سنة 92، قبلها طبعا في استعدادات رحنا برشلونة والحمد لله يعني حققنا كبداياتنا بعد الغزو إنجازات زينة الحمد لله رب العالمين. عقبها بلشنا في جت البطولات الثانية، طبعا مكاو لعبنا في سنة 93 خد في مركز الثالث، وعقبها في سنة 94 غرب آسيا لعبت فيها أنا وخذت فيها مركز الثالث يعني في إيران صارت. وكان حتى يعني كل تدريبنا كان بسيط يعني ما كان تدريباتنا السابقة. فهني الحمد لله يبين علينا أن إحنا طموحنا أكبر من أن نفكر في مثل ما يقول مادة ولا شغلة، طموحنا نفكر في الكويت أن نحقق إنجازات حق الكويت. فهذا كان تفكيرنا يعني. ففي سنة 94 حصلنا لعبت في غرب آسيا وحصلت مركز الثالث. في 95 و96 لعبت بطولة الأندية، ما استعديت حق بطولات خارجية لظروفي الخاصة طبعا. في 97 الحمد لله هم لعبت بطولة عربية وهم حققت مركز ثالث. بطولة سنة 99 كذلك هم حققت مركز الثالث بطولة عربية. وسنة 2000 اللي وقفت يعني إنجازاتي بطولاتي، لعبت بطولات محلية لغاية 2004 والحمد لله على المركز الأول. وهذا اللي أنا ختمته في 2004.
أصعب بطولة اللي كانت بخصوص إنجازاتي أنا في البطولة الصعبة سنة 94 في غرب آسيا. كنا استعدادنا كان بسيط، وأنا كنت رايح على أساس أني ألعب وزن 87، فتفاجأت هناك أن حاطين وزني تحت 90، يعني وزن بعيد عن وزني 10 كيلو. فسألني المدرب قال لي تحب تلعب أنت؟ قلت له ألعب، ليش ما ألعب؟ أنا جاي عشان ألعب. قال ترى مو وزنك بس تلعب عادي. قلت له ألعب ما عندي مشكلة. وفعلا يعني أنا لما لعبت اللاعبين أوزان وأطول مني، يعني أكثر واحد فيهم لعب فيها اللاعب اللبناني طوله 185، أنا طولي 170، هذا أكثر واحد فيهم يعني. والحمد لله رب العالمين حققت مركز الثالث، حتى أني كنت أوقف على المنصة وكلهم طوال، الكل يستغرب يعني أنت أي وزن تلعب، وكنت ضعيف بالنسبة لهم يعني، هم أجسام وطوال. هذه البطولة اللي أنا يعني فعلا إنجاز قوي بالنسبة لي. بالنسبة حق لاعبين الكويت، أمانة لاعبين من أفضل اللاعبين صراحة. يعني أنا خلال مشواري في الجودو السنين هذه اللي طافت تلمست وايد لاعبين ما شاء الله عليهم، يعني عندهم طموح في اللعبة ويتعبون على نفسهم يعني ماديا، مو شرط انه يفكر انا بالماده ولا الاحتراف، لا يفكر شلون ينجز بطولات في المستقبل. يعني عندك محمد عادل، لاعب محمد عادل نادي السالميه، عندك غنام الديكان من نادي الكويت، عندك مشعل شعيبي من نادي القادسيه، عندك كذا لاعب يعني ما شاء الله عليهم عندهم طموح انهم يوصلون العالميه، عندهم طموح انهم يصيرون ابطال. حاليا التدريب انا من وجهه نظري ان الاتحاد يجب انه يسوي صقل حق اللاعب حق المدربين الجدد في المدربين القدامى. يعني انت المدرب القديم عنده افكار عاليه جدا، يعني انا مثلا شلون صرت مدرب؟ اخذت من المدربين القدامى مثل مدربي لوثر، كان يعلمني شغلات الحين أنا عرفت إنه شنو التعليم اللي علمني عليه، شنو قدرة فيني. يعني مثال لعبة الكروس فيت أنا عارفه من سنة 85. اليوم بالكويت الأندية قامت تسوي لعبة الكروس فيت وإحنا نعرفها من 85، طبعا الألمان والروس هذول يعرفونها من قبل، لأن هي اللعبة أساساً التمرين عسكري وهم ضافوه للعبة الرياضة، وخاصة لعبة الجودو تحتاج جسم قوي، ما تحتاج يعني مثل ما تقول لعبات ناعمة، مثل ما نقول لعبات لازم تكون جسمك جداً قوي، جداً جداً قوي، لياقة عالية. بعد المشوار الطويل بلعبة الجودو لي طموح إن شاء الله أني أستلم التدريب في مجال اللعبة هذه بإذن الله، ولمستقبل لاعبينا إن شاء الله.